مع المجاهدين. سجل سجل يا ام كلثوم. انا سجل له، انا سجلك يا ام كلثوم. سعد مسعود يقول لك ام كلثوم تحيا الجزائر هلا تبشير. نصريبان ونصريبان. علو دليل. فوالا فوالا فوالا. وزيد نعطينا الحكمة تاع الدنيا هذه. وش هي الدنيا؟ تاع الدنيا اللي الدنيا اللي يتكل عليها خسر في لافير. اللي يتكل على الدنيا خسر في لافير. راه رايح لهاكم صحيح. هاكم هذه جهنم صح. داير صلى الله. الدنيا هذه لعب 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 ولهو لعب ولهو ولهو. يا شيخ عاودنا الله يشجيك. عاودنا هذيك تاع باللونيز كيفاش كنت تخلصوا؟ لعبناك تسم منش. ها؟ قال لك البابا تبعهم. اه ولا لا 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 يا شيخ انا لا هذا تاع الاستقلال هذا. خلونيش دار رايو يا شيخ. يا شيخ خلونيش دار رايو. والخمسه دوروا راياتهم. ويحيى بن المهيدي تاع خصمطينا. ويحيى برعة تاع عباس تاع الصيف. يحيى ذاك تاع المسيله. وش يقولوا له الشيخ الله يرحمه داروا راياتهم وجابوها بالقسطنطينية. الحمد لله. هذيك تاع الجبهه كيفاش نحبوش جبهة. اي ما واش قال واش كان يسميوها؟ قول له الجبهه يبطل. شفتها؟ اه فحاجه ايه عدوب عليك الحكمه. ايه قول له الجبهه تاع يضربك. قول له الجبهه البلونيس. تقول له الجبهه تاع يضربك. ايه والله ديال الشيخ والله انا بابا بابا جوز 6 سنين. بابا جوز 6 سنين في برواقية. في برواقية في الحبس. في الحبس تاع برواقية في وقت فرنسا. على جال هذه تاع مسبل كذا وكذا. يجيو تاع بلونيس تاع مسالي الحاج. مصالح يا اخي. هو بلونيس تبع طريق مسالي. خلي ودي شكو يجيو يهدونا. شغلنا انتوما تاع الجبهة انتوما كاين مشاكل اشغل بيناتهم. هذا بابا من جبراني النار تاع سبحان الله. سبحان الله الذي ينصر من ينصر الدين. صح. هذا الخامس حاجة راح ليه يقول قال له ما درتش الحرب راك تتخلى. مهما يحرق. ديغول. كيما قال له ما درتش الحرب راك تتخلى. ديغول. باهي يلتقى بالجزائر. باهي يلتقى بالجزائر. باهي يتفرق بالجزائر. ولا الخامس ولا بايو علاه. قال الخامسة قال لهم راه قال لكم ديغول روحوا. نديروا لارميستيس. نرجعوا. قالوا روحوا. هم جاوا وقالوا اركبوا الطيارة اركبوا الطيارة. هذه طاشت بالدير قالوا ولي للدير ولي للدير. قالوا من بلا نروحوا للدير الموت. وهي مصرعية جمال عبد الناصر قال باسم الخمسة يا فرنسا. كنت مثل خمسة تشخي بلا فيها فرنسا. لو كنت مثل خمسة تختار بلا فيها خلاص. ولو داروا من عسل قالوا من بلا داروا من عسل داروا من عسل مايوع حتى نتخلص بها الجزائر بعطوه استقلال مرة. والمغرب اسمع والمغرب مازال في الخيانة نتاعها. المغرب المغرب كل ما دخلش للجزائر هو جاهد ولا ما يدي والو ما يدي والو. ما كاش ما كاش. ومازال في الخيانة نتاعها. يا شيخ عبد السكسي دوك انا سكسيك يا شيخ يعني تجاوبني بيان. الحركة كيفاش كانوا يتعاملوا مع الشعب في الوقت اللي كانوا فيه زعما هما زايين وما يامنوش كيفاش كانوا يتعاملوا مع الشعب؟ يبطوه الشعب باش يبطوه. ها؟ راكبين الخيل على كرعيهم ويبطوه الشعب. يضربوا في الشعب. يضربوا في الشعب. يبطوه الشعب. ايه. يبطوه الشعب. كانوا يحقروا الشعب. يحقروا الشعب. هذي هدروا 45 حركة. 45 حركة. معها يطلع فريق. راحوا يلقطوا في البي ويلقطوا المسؤولين. المسؤولين باعهم واحد يحكم ثم يبطلهم من المسؤول. فلان مسؤول فلان مسؤول من هنا معاه حكمونا في ذيك الليلة 16 45 حركي معها يطنا فريد. يطنا فريد للكابوس هنا والمطرقة ما نمشي. نمشي معاه 45 حركي. لقطونا في 16 في ذيك الليلة أخدموا كل مشبوه. حكموكم أنتوما؟ يجوك الكازمة. الكازمة اللي راك فيها راهي عربة. هو كان كان جاوكم الكازمة اللي راكم فيها. هو كان مع الجبهة. يعرف وين كانوا تبلد. كانوا مع الجبهة بعد راحوا بعد رندا راح يعرف كلش. يعرفك انت ويعرف فوالا فوالا. والله هي الحاج صافي ايوه
ثوره صعيبه صعيبه صعيبه. العوره عندها اذات اللي يقراها ولا يفهمها ولا عاش معها يموت يموت من الاحياء. والله 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 انا احمد كاشف انا اللي بطوني في الحبس هنا لقيتهم في الجزائر يضربوك يبطوني في الحبس هاي لقيتهم في الجزائر صح يبطوني في الحبس ايه بطوني في الحبس لقيتهم هنا في الجزائر ايه واحد هو يضرب فيا قال لي اخدم ليه وهذاك اللي يتنجى قالوا حكومه ايه وقالوا مش يخدم ليه قالوا شتي ديك ليش تتركيه ها قالوا خليه تراكيه قالوا خليه تراكيه وقال وشاني هكذا انا نخدم معه في الحبس وشاني هكذا من ودني هذه قلت الكنار قال لي الكنار قال لي الكنار قلت له كيش كم اليطنا قال لي بينتو قال لي قريب تربحوا ازاي هاوي على باله على باله بلين الحمد لله وكيش تقلت الجير كيفاش كيش تقلت الجاير كيش تقلت الجاير الحركة واش الإحساس تاعهم كيفاش كانوا يبوجي وكيفاش الشعب حكم حكمهم راحوا تزرقوا راحوا تزرقوا وعاد احنا الجيش تاعنا يجيب لك 15 20 واحد حركة وللوس يقول لك وانا اللي ضربك في هادو تقول له انا من اللي ضرب في هادو وانا ما عرفتش اللي ضرب ما كانش اللي ضربني من هادو هاي اللي يقولوا هذا ضربني هاي اللي يقولوا ما ضربني واحد ما ضربكش لا تضرب ايه كاين كاين اللي شهدوا بلي ضربوهم الحركه بعد ضربوك كيما ضربونا شنو بيان سور كيما ضربوا الغاشي جا وقت وين هما يضربوهم جابوهم حكموهم جبهه التحرير وقال هاهم اللي يقصوا قصوا انا هنا في قدوه وحكمت الحكم في الخرشه في الخرشه الخرشه اللي حكمت الحكم واحد القارة وراه بين مفتاح وخمس مليح ايه يعني الشيخ وراه ايه مع واحد الميري حوشوا عليه الجنود وقالوا له طارتو الميري حوشوا عليه الجنود؟ اي حوشوا عليه الجنود احنا ياكي جاني قال لي اسمع قال لي تروح تشوف انها طارتو ورا قال له صاحبو هذا من المسيلة ما يعرفش الوطن كيما اللي اهل الوطن قالوا لا لا يروحوا رحت ليه هو عنده ثلاثة فارم بين الخنشة وبودوة ومفتاح ثلاثة فارم تاع تشينا داير هو كلب منا وكلب منا يمشيو في الربع سنين يولوا يدوروا الكلب الكلاب يدوروا بالفيرم أنا وصلت هكذا دخلت خدت الباب تاع الفيرم هما الكلاب جاو واحد حبسني منا واحد حبسني منا حبس واحد منا واحد منا أمه خرجت من البير أمه خرجت هما كانوا يعرفوا العربية قالت لي واش تحول قلت أنا نعود أنا من شطار في ذراعين في الطول تايب الماط منا والرفر فيه منا وعنده رانزرو فيها ولابس انتين قالت لي واش تحول قلت أنا نعود أنا من شطار قالت لي مش هو طف حبس بالله حبس بالاندروفير هو جاء جاء حبس نقد بالاندروفير قال لي ربك وقسم ربك وجابك هنا وتوحشت بيك قال لي انت يا روحاني انت قال لي ماكش عبد ايه انا فق ولا كيفها قال لي وعلاه الكلام ما كلوك ايه فوالا 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 سبحان الله العظيم ايه نصر منا وانا ما حكمت كلاب ما درت في بيت واحد جاني من بس هما بالسلك ايه بالسلك سلك في رقبته ويمشي الكلب يدور بالبيرة ايه هذا منه وهذا منه ويجوا للباب هنا ايه قال لي انت يا روحاني ماكش عبد ايه قلت له علاه انا سلطان قال لي كيف الكلام ماك لو ايه شكون قال لي يدخل بيرما انا وياكل الكلاب ايه قال لي علاه دور قلت له ربما عندي برمسيون قال لي وين نشوف برمسيون خرج عني قال امشي امشي نقول روحه قال لي نزل برمسيون هذا واش شنو؟ برمسيون قال لي موش ليك ما عندكش برمي عندك برمسيون عندي برمسيون ملي خرجت من المسيله والرايا ملي خلاص خلاص كي يخرجوا من الولايه يعطوا لهم برمسيون وين يروحوا؟ وين يروحوا؟ مكتوب قعدت شهر ونص هنا وانا في الحراش حمال حمال ولا تركت التذكره رايح سيدي عيسى
الناس كانوا يقولوا لها باليسترو قالوا يسموها باليسترو خضارية باليسترو جاء درع الميزان أنا من درع الميزان أنا باليسترو احنا خرجنا خارجة الكارن باليسترو اللي هو ركب هو جاء والعسكر جيناهم تيري البران وين في باليسترو خرجة تاع باليسترو من هنا صح صح نعرف البلاصة هذه كانت يقولوا لها باليسترو نعرف خرجة من هنا شافوا شافوا العسكر يكون كان ولا وسليها أروح لهلا قال لك أروح أروح تلي وشني الرب اللي يهيد خش من المسيلة بقى نهرب شوية للدرة من جبهة التحرير من الحركة حتى في ناس رجل يلقوني هذي بيعة هذي الشعب الشعب قال لي توا 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 ليش قال كارقل قلول نوش ربطوني في الدار دارة نعمل دروا البارات وطح الليل وطلعوا لي فوق الواحد رصاص نلقى كمين هذوك تاع تبن عندهم الخير نلقى كمين تاع تبن هنا قال هي فرقة تبن فرقة تبن وطح الليل ما داروا الشمس واش داروا؟ واش داروا؟ قالوا لي فرقة كمين تاع تبن ربط البيت معهم وصباح الدولي معهم وين داروا البراء جات الكار قالوا ياي دي وين يروح ركبون كملت المسير كملت الطريق قسين كل ليلة شتيت في دارك ولا غير كل ليلة ما تحسبش روحك تصبح تصبح ايه ما تحسبش روحك اشحال قعدت تما نهار غدوة من ديك تلقوك ليلة ليلة وغدوة من ديك تلقوا ليلة وبعد تلقوك ما تحسبش روحك تصبح هربونا في بوذوة في الكوري هربونا في الجامع كان واحد سعيد يقولوا سعيد تسمي الواد في القنطرة طباخ هربونا ثم مين يضربونا رب العالمين يسترون سبحان الله لي بارا هذوك الغربة مين يضربوا هما يضربوا البارود والتقالي التقل انت بعد الشيخ ذوك انت درت كواغف كيش ما تقاضى شوية ولا ولو ولو ما درتش انا قاعد نلعب 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 حتى الاخر جاو انا صخرين قالوا لا تسكر سكر عمر ومات جاو المنظمة تعمل ما درتش كواغف كم مور الاستقلال في ذاك الوقت عندك كاقطة تلحق البراد عندك بريان انذقها وكول لا لا كش ما استفدت الدراهم بعد الاستقلال ولا بعد الاستقلال كش ما درت كواط مجاهد ولا تعطيني ذوك الدولة 300 طرف في الشهر تاع تاع الكبر تاع البطال هذا مكان وما عندك حتى ولو ما عندي ولد شفت والاولاد عندك راهم كبر عندي ولاد ثلاثة كل واحد 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 كنت حاني كل واحد من جهة المرض هكذا واش متهلين فيه؟ هذا كان طوما قاعد كشرنا ثياب المول نضرب الحمد لله معليش معليش الحمد لله الحمد لله ونعرف نعرف الولاد مبشار حتى حتى سيدي عبد الرحمن هذا هذا ابو اسماعيل حتى لتبسان عرفها ولايه ولايه الله يبارك فيك ولايه ولايه وراحت وتجي كل هذا راح راح وراح وراح تجي ان شاء الله يكمل لك الايام بالخير ان شاء الله وان شاء الله تكون خاتمه الجنه امين ونتمنى الموت ان شاء الله الموت موت طيبه ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب يا ودعينا معك الشيخ ربي يقضيكم ما تمنوش امين ان شاء الله ربي يجعلكم الهدوء ان شاء الله يا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راك راك جوزت معنا وقت هايل وبربي ان شاء الله بالك نتلاقاوك شي نهار ان شاء الله لهنا و الشعب كل هذا نتاع الجزائر معايا انا وروح الروضه وكل قشع عانى طبيب تاع العينين هذا قلت له شوف وين هذا طبيب؟ هذا في شلف طبيب طبيب عادي تبدو مسيلة لا بيجي عند تاع العينين قلت له شوف الشيخ عيني راح قال لي كي نعود نقرا برك نقرا عاد لكن قال لي والحل قلت له ندير رحت له تاع المسيلة قال له 7 ملايين تاع المسيلة؟ تاع المسيلة 7 ملايين قال له 7 ملايين دورت دورت وليت قلت له الشيخ قال لي قلت له ما قال لي والو يا بركه قال لي وعلاه قلت له ربع ديال
ربع ديال انا اللي راني نشوف فيهم ماتوا ماتوا ربع تاع الديال كان وينهم ربع ديال انتو جدي ما يتنفذلو في اللحية هذه كان ياكل بالشعير ويسافر على البعير يشرب الماء تاع القدير انتو جدي الجيل تاع جدي ماتوا والجيل تاع ابوي ماتوا والجيل تاعي انايا ماتوا ولاية في المسيلة 45 بلدية 15 دائرة انت تجي كل ما تتحوى تكون لقاه هما كان مكانش راح نحو تشانش ان الله يبارك كان لا بنلعب بالحبس لا في الثورة يا شيخ بالك راك انت الكبير دوك في الداشرة نتاعك يا في الولاية في الولاية كامل تلك الله يبارك الله يبارك الطبيب قلت له ربع ديال قال لي وانا ربع قلت له جدي وابوي وانت تجي راه بدات في ولادي يضرب صحيت الطبيب قلت لي قبيلي ولا كان الطفل هذا قال هذا انا قبيلي هذا لا 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 الطبيب تاع الشلاف قبيلي راه في الشلاف في الشلاف دار لك العملية وريح الدوخ لا باس ريح قال لي ما نديلكش عليها قال لي راه رايحة خلاص قلت له دير يا اخي رايحة خلي تروح كان جات بظهري دار لي عليها 7 ايام وليت ليه عالم سيدي قال لي روح تروح قلت له شوف الشيخ قلت له قال لي انت راك دير في العمليه في النهار صورت 90 مليون في النهار قال لي الله يبارك قلت له انا ما نعرفش الطب بتاع في العينين نعرفها تحيا قلت له انت وتحيا الجزائر بارك الله فيك وعندك اجر اكثر من 90 مليون اللي تخبرها لا لا دعوي الخير دعوي الخير تغلب كل شيء خلصوا مازال يوم وقتك ليش بالماء ما غياب سعلي غياب سعلي أتنع ثياب الماء ثياب الماء خلص ولا مازال ما خلص ما أعطانيش هو كنت من عنده أحد هو قاعد بيعطي لي الماء أكتو جاب لي كاس تاع ماء نجيبوا لك الجاسوس نجيبوا لك الجاسوس والله جي والله ولا جي ولا عصير العصير عصير نشو ولا كازوز ها صغيره راه صغيره خلاص دوك نجيب الماكله واش نزيدوا لك الماكله ها لا واش نزيدوا لك شي ديال كتشرب الماكله كش نزيدوا لك تاكل يا ودي العاديه بتا كما هذه لا هذاك ما كان هذاك السعد معليش روح جيب له كازوز نجيب لك كازوز جيب له كازوز لنا الحاج قبيل واش رايك انا قبيلي عطينا كلمه على قبيل كاين راهم يقولوا داروا شوية داروا ثورة ثورة نمر واحد والقبائل نمر اثنين العرب ما كان كيفاش؟ العرب ما كان كاين كاين حاجة يا هذوك ولا قليلة يعطيك الصحة الشيخ تلاقى في ساعة خير ان شاء الله وبارك الله فيك